فرنسا كانت لها استراتيجية كبرى في الصحراء الجزائرية، تريد أن تجعلها أو أن تبقيها تحت سيطرتها وتحت سيادتها، على أساس أنها تبقى دائما هي المد الاستراتيجي لها للمستعمرات الإفريقية، من أجل أن تكون يعني مواقع لمؤخرات جيوشها للسيطرة على الانتفاضات أو على الثورات التي هي في الدول الإفريقية أو المستعمرات الفرنسية في الدول الإفريقية الأخرى. وجعلت من الصحراء الجزائرية حقل تجارب وحقل للتفجيرات النووية، وكلنا يعرف ما هي ما خلفته هذه التفجيرات سواء في رقان أو في عينيكر. هذا الحدث يتمثل في خروج أبناء الجزائر في الصحراء، في الواحات، في الواحات اللي دايرين بمدينة ورقلة، خرجوا بأمر من جبهة التحرير الوطني من الولاية السادسة اللي كان قائدها سي محمد الشعباني الله يرحمه، فأمر أنه يتظاهروا ويأكدوا ويشجعوا المفاوضين في إيفيان خروج هالسكان أبناء الجزائر اللي ساندوا جبهة التحرير وساندوا جيش التحرير. خروجهم كان عنده معنى كبير، أهمية كبيرة لتأكيد وحدة الشعب ووحدة التراب.